ايه هو المكمل الغذائي الاهم للاطفال مع دخول الدراسه؟ زيت كبد الحوت اكيد، اللي هو ملك دهون. كنت فاكرك هتسالني انا. ملك دهون المخ، زيت كبد الحوت. يعني في الفتره دي دايما بيجي لنا اي اول سؤال، ايه افضل مكمل غذائي نديه لاولادنا الفتره دي مع دخول الترم الثاني؟ اعتقد ان مفيش افضل من ملك دهون المخ اللي هو زيت كبد الحوت. ليه؟ لانه اولا حاجه هتضمن زياده المناعه لاطفالنا، وخصوصا مع كورونا والفيروسات، حاجه هتساعد على النمو لاطفالنا، حاجه هتزود التركيز بدرجه كبيره جدا. زيت كبد الحوت فيه ثلاث مكونات اساسيين، فيه فيتامين الف، فيه فيتامين د، في اوميجا 3، الثلاثة مع بعض. يعني ثلاثة أهم ثلاث عناصر لزيادة الجهاز المناعي أو زيادة قدرة الجهاز المناعي موجودة في زيت كبد الحوت. غير كمان إن الأوميجا 3 حاجة هامة جدا عشان زيادة القدرات العقلية لأطفالنا. غير بقى أهمية زيت كبد الحوت في الشعر، منع تساقط الشعر، عشان المكونات الثلاثة دول بيمنع تساقط الشعر، بيدي نضارة للبشرة، بيدي كمان حاجة بتزود بناء العضلات. يعني معظم الرياضيين أو الناس اللي بتروح الجيم دايما بياخدوا زيت كبد الحوت. غير كمان ان هو مهم للعظام، حاجة بتمنع الكساح، بتقوي العظام، بتمنع كمان، يعني بتساعد الأولاد في فترات نموهم. زيت كبد الحوت كمان على فكرة بيساعد مرضى الربو، بيقلل أو بيحسن حالة مرضى الربو. غير كمان إن هو مفيد برضو لمرضى السكر، هو مش للأطفال بس طبعا، هو الأطفال والكبار، فحاجة مفيدة برضو لمرضى السكر، وحاجة بتشتغل كمضاد حيوي طبيعي، بتزود المناعة ومضاد حيوي طبيعي. وكمان كويس للناس اللي عندهم أمراض الكلى وارتفاع ضغط الدم، مفيش أي مشكلة. طبعا عشان فيتامين ألف اللي فيه، اللي هو فيتامين الجمال، فهو كويس جدا لنضارة البشرة. بس احنا نؤكد ان والشعر طبعا، نؤكد عشان فيتامين ألف اللي في زيت كبد الحوت بلاش لمرضى الكبد. فيتامين ألف الجرعات العالية فيه غير مستحبة لمرضى الكبد، انما غير كده زيت كبد الحوت ممتاز جدا. طب والحوامل يا دكتور؟ الحوامل هو المفروض فيتامين ألف برضو ممنوع للحوامل، بس نسبة فيتامين ألف اللي موجودة في زيت كبد الحوت اللي هي الكبسولات والأشربة اللي موجودة في السوق مش عالية قوي، مش عالية قوي لدرجة ان هنخاف من الحوامل. يعني في اطباء احيانا بيكتبوا زيت كبد الحوت للحوامل عشان نسبة فيتامين ألف اللي فيه مش عالية قوي.